وقفت عند الإمام مالك عند الإمام الشافعي لما بلغ 4 سنوات، قالت يا بني يا محمد مات أبوك وأنت يتيم ونحن فقراء وأنا لم أتزوج من أجلك، الله يجزى بعض الأمهات خير الجزاء. وأنا أقول الأبناء اللي مات أبوه وأمه تركت الزواج بقيت لتربيه وتربي إخوانه، قبل يديها ورجليها. يقول العلماء إذا مات الأب انتقل حقه للأم، الأم حقوقها 3 والأب حقه 1. قيل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. إذا مات الأب الحق حق الأب الدنيوي ينتقل للأم. كيف إذا ضحت الأم من أجلك، تركت الزواج وتركت كل شيء، الله يجزاهم عنا خير الجزاء.